هذيك اللقطه يعني لقطه التعذيب اللي هي حقيقه كاينه ومهمه انها كانت تكون بحال هكاك. يعني انا جاستيم لا ريسبونسابيلتي. الان اللي خص الناس يعرفوا ان من غير هذا الشيء كيجي ادوار اخرين اللي تطرحوا عليا في المغرب وفي فرنسا ديرنييرمون اللي رفضتهم حيت فيهم شي مسائل اللي خارجه على القانون ولا فيهم شي مساله اللي انا ما نبغيش يعني تبان نبين واحد الصوره على المغاربه انها بحال هكا. كون كانت هاد لا سيكونس فيها مشكل ما غاديش نصورها يعني ما غاديش نقبلها. الا قبلتها يعني أي يعني ان راه ما فيهاش شي حاجه اللي خارجه من القانون وما فيهاش شي حاجه اللي عار. هي بالعكس سي اون سيكونس اللي كتيمواني على واحد لا فيريتي.